الأغسال المستحبة لا تجزي عن الوضوء إلا الأغسال التي ثبت دليلها ثبوتا على حال دقيقا وأدلة تامة. يعني إحنا عندنا بعض الأشياء، يعني بعض المستحبات وردت بأدلة قد لا تكون تامة، ولكن من باب التسامح في أدلة السنن يمشوها الأعلام باعتبار أنها مستحبات لا يحتاج إلى التدقيق. نعم. أما كغسل الجمعة أو كغسل دخول الحرم أو غسل الإحرام أو ما إلى ذلك، وردت روايات أو أدلة قوية فذكر الفقهاء على أنها مجزية عن الوضوء. هذا كقضية. القضية الأخرى أنه غسل الجمعة بحد ذاته في الواقع هو مستحب جدا، وورد في روايات على أنه من اغتسل غسل الجمعة سوف لا على حال لا تؤثر الأرض ببدنه في القبر، يعني سيبقى بدنه سليما كما ذكرت بعض الروايات، أنه لا تأكله الأرض ولا يندثر ولا يتفسخ بدنه، يبقى على ما هو عليه. هذا في الواقع أمر طيب، إحنا يبقى بدننا أو ما يبقى بدننا، ولكن نفسه غسل الجمعة من المستحبات الأكيدة يا ريت الإنسان عليه حال يلتزم به. وبعض الشباب أو بعض الأخوة يوم الجمعة هم عليه غسل جنابة وهم غسل جمعة، يقدر اثنينات البنية واحدة يحصل عليها، يعني يجمعهن اثنينهم بالنية. بل بل. نعم.